تبادل حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقيات التهنئه بمناسبه ذكرى مولد الرسول الاكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم مع اخوانه اصحاب الجلاله والسمو والفخامه ملوك وامراء ورؤساء الدول العربيه والاسلاميه ضمنها جلالته اطيب تهانيه بهذه المناسبه المباركه وتمنياته لهم بموفور الصحه والسعاده ولدولهم وشعوبهم الشقيقه المزيد من الرقي والتطور والازدهار داعيا الله جل جلاله ان يعيد هذه المناسبه المباركه على الامتين العربيه والاسلاميه باليمن والخير والبركات